السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابع قناة تعلم لتحترف. مرحبا بك مجددا في هذا الفيديو، فيديو بإذن الله تعالى سأحاول أن أسرع فيه، لأن العديد من الإخوة يعانون ويعني يشتكون أنني أطيل في الفيديوهات، لذلك سأحاول أن أسرع نوعا ما. ومضمون الفيديو هو كيفية البدء مع الجي تو اي بـ0 دولار، يعني لن تحتاج لشراء السيريالات وإعادة بيعها، بل ستأخذها من متجر جي تو اي وتروج لها، وأي سيريال تروج له تأخذ مقابل بعد أن تتم عملية البيع. طبعا الأمر يمكنك ذلك طبعا من يعني استغلال خاصية جي تو اي جولد مين، وسأريك كيفية التسجيل من خلال هذه الخاصية، وهو الدخول لهذا الرابط الذي ستجده تحت هذا الشرح. تدخل معلوماتك الخاصة طبعا، الإيميل، الباسورد مرة أخرى طبعا، والبسودو أو يعني الاسم المستعار، وكذلك الدولة، وتضغط على انجستري. ستصلك رسالة إلى حسابك في الجيميل أو إيميلك، وبعد ذلك تقوم بتفعيل الحساب. تدخل إلى يعني الواجهة، هذه هي واجهة بعد الدخول أو التسجيل طبعا. ويعني ما عليك إلا الذهاب الآن إلى جي تو اي وتبحث عن اللعبة التي تشاهدها أنها تباع بشكل كبير ومهمة ومطلوبة في السوق، وتريد أن تروج لها. مثلا سأبحث عن الجي تو اي جي تي اي أو يعني فاير مثلا، فاير كري. إذا يعني طلعت، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هاي لعبة فاير كري، إذا كما تشاهد ما تأخذ رابطها مباشرة وتضعه في أوتيل أو تول، كما يعني إن كنت تستعمل الإنجليزية. السيء في الموقع في جي تي أي جولد مي هو أنه ثقيل، وثقيل للغاية، يعني لا أعلم لماذا هو يعني ثقيل. بعد الضغط على أوتيل كما قلت، تذهب إلى جي تي بلس هنا، وتضع الرابط في هذا المكان الذي أخذت لتلك اللعبة التي أخذتها. وهنا تدخل مثلا فاير كري، ويعني فاير كري لم أشاهد كم يعطوك، يعطونك 0.69 أورو لكل مبيعة. والمهم هنا يعني هو جمع بعض الدولارات لكي تشتري بها السيريالات في الجي تي اي بطبيعة الحال. والأهم وهو أنك هل تستطيع الترويج لهذه الألعاب؟ فإن استطعت بيع هذه يعني السيريالات، فاعلم أنك بإمكانك أن تشتري سيريالات في الجي تي اي وتعيد بيعها في الجي تي اي كذلك. لذلك يجب عليك أن تجد طريقة للترويج من يعني باستغلالك لهذه السيريالات، وبعد ترويجك لها ويتم البيع، فبطبيعة الحال يعني تأخذ المبادرة للشراء من جي تو اي ولإعادة البيع. إذا كما قلت يعني تدخل يعني الرابط هنا، تدخل كذلك يعني الرابط، هذا الرابط هو الذي تقوم بتوزيعه، تضغط على كريت. إذا هذا يعني ديجا اوتيليزي، يعني تم استعماله من قبل. كذلك يقول أنه يعني تم المهم يعني أنك تكتب اسم قريب للعبة التي ستروج لها، يعني سأكتب أي شيء فقط لكي تفهم يعني أو يعني تفهم كيفية يعني الحصول على الرابط. وبعد إدخاله بطبيعة الحال تذهب إلى مون بروفيل أو البروفايل الخاص بك، وستجده هنا. يعني هذا هو الرابط الذي قمت بإنشائه أو بخلاله يتم الترويج. وبطبيعة الحال عندما تضغط على كوبي الآن، يعني أبحث عليه، ستجد أنه سيوجهني إلى اللعبة. وأي شخص الآن يشتري هذه اللعبة سأحصل على من خلال الرابط بطبيعة الحال سأحصل على 0.69 أورو. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابك. لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على زر اشتراك، وكذلك الضغط على زر لايك ليصل إلى أكبر عدد من المتابعين. أشكر لك حسن المتابعة وإلى اللقاء. أيضا يعني قبل أن أنسى، إن كان لديك أي تساؤل في هذا الموقع أو أي موقع آخر أو أي تساؤل كيفما كان،
ارسله لي في قناة أو صفحة تعلم برو على الفيسبوك، فيسبوك تعلم برو. إذا أضرب لك موعد في فيديو جديد، إلى اللقاء.